أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون أن الولايات المتحدة سترسل حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط في رسالة واضحة لا لبس فيها إلى إيران حسب تعبيره. يأتي نشر القوة في إطار ارتفاع مستوى التوتر بين واشنطن وطهران بشأن برنامج الأخير النووي، إذ استهدفت الولايات المتحدة صادرات إيران من اليورانيوم المخصب بمجموعة من العقوبات. إصرار أمريكي على ردع إيران، هذه المرة حاملة الطائرات التي تحمل اسم أبراهام لينكولن أبحرت إلى منطقة الشرق الأوسط مع مجموعة من القاذفات. التحرك الأمريكي الأخير جاء ردا على مؤشرات وتحذيرات مقلقة من إيران بحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي أوضح أن الولايات المتحدة سترد بقوة لا تلين على أي هجوم من جانب إيران أو أحد وكلائها في المنطقة. قلق واشنطن سبقه تحذير طهران، فهي لوحت بإغلاق مضيق هرمز إذا منعت من استخدام هذا الممر المائي الاستراتيجي. أما تحذير طهران بإغلاق المضيق وإن لم يكن الأول، إلا أنه جاء ردا على سلسلة عقوبات فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على إيران، كان آخرها محاولة تصفير صادراتها النفطية. رسالة أمريكية شديدة اللهجة إزاء إيران، فسيد البيت الأبيض ومنذ انسحابه من الاتفاق النووي لا يبدو مترددا في فرض عزلة سياسية واقتصادية على طهران. وهذه الأخيرة تقابل العقوبات بالرفض وترد على التهديد العسكري بالوعيد. وفي أول رد فعل رسمي إيراني على إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط، قال مستشار المرشد الإيراني للصناعات العسكرية الجنرال حسين دهقان إن هذه الخطوة دليل على الاصطفاف العسكري ضد إيران. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون العربي أن أمريكا وإسرائيل والسعودية تسعى إلى فرض أجواء أزمة حقيقية لخلق مزيد من التوتر في المنطقة. ولكن اللافت هو ما نقل عن السيد ترامب قائلا: لو أنني أردت أن أستمع لكلام بولتون كان علي خوض الحرب في عدة أماكن في العالم. أعتقد أنه لا يزال هناك القليل من العقلانية في الإدارة السياسية الأمريكية للحيلولة دون خطوات متشددة أو لتوسيع رقعة التوتر أكثر من الحد المحتمل. وتشاهدون هذه المقابلة كاملة غدا في برنامج للخبر بقية، ولكن الآن للمزيد عن الموضوع ينضم إلينا وتنضم إلينا من واشنطن مراسلتنا ريما أبو حمدية، كما ينضم إلينا من طهران مراسلنا حازم كلاس. مرحبا بكما. أبدأ معك حازم بهذه الخطوة الأمريكية، كيف فهمت في طهران وما هي ربما أبرز ردود الفعل أو الخطوات التي قد تتخذها إيران حيال إرسال الولايات المتحدة لحاملة الطائرات إلى المنطقة؟ بطبيعة الحال كما ذكرت جمال، يعني الموقف الأول كان من مستشار المرشد الإيراني للصناعات العسكرية في لقاء مع العربي، ويعني وصف فيه هذا الموضوع بأنه قد يفسر من الناحية العسكرية على أنه اصطفاف عسكري أو تحشيد عسكري ضد إيران، إلا أنه قلل من أهميته وقال أن يعني أمريكا لا تنوي، وبحسب تعبيره غير قادرة أيضا على خوض معركة عسكرية أو حتى القيام بضربات عسكرية ضد إيران. ويمكن الإشارة في هذا الصدد أيضا إلى البيان الذي أصدره مستشار الأمن القومي الأمريكي، وقال فيه بشكل واضح أن أمريكا لا تنوي خوض حرب عسكرية مع إيران، ولكنها ستكون مستعدة لأي تطورات. المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيفان خسروي قال قبل بعض الوقت أن تحرك هذه حاملة الطائرات إبراهيم لينكولن باتجاه المياه الخليجية هي خطوة معدة مسبقا منذ شهر نيسان أبريل الماضي، ولكن جون بولتون أراد أن يضيف عليها نوع من الرسائل السياسية ربما، واتهمه بأنه
لا يفهم ولا يدرك الأبعاد العسكرية والأمنية في المنطقة. بطبيعة الحال إيران سياسيا وعسكريا تقلل من احتمال نشوب حرب عسكرية أو اشتباك عسكري أو أي احتكاك عسكري أو أمني مع القوات الأمريكية في المنطقة، ولو أنها لا تزال تلوح بمضيق هرمز كتهديد بإغلاقه أو ما شابه. ولكن في هذا الصدد أيضا تجري اتصالات مع الدول الصديقة. قبل قليل كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني وأمير قطر، تحدثا فيه عن ضرورة الحفاظ على أمن المياه الخليجية والمنطقة الخليجية، وضرورة انتهاج الحوار حيال أي مشكلة سواء بين دول المنطقة أو على صعيد العالم. شكرا حازم، هذه المعطيات تابعتها معنا زميلتي ريما من واشنطن. كيف تقرأ ردود الفعل الإيرانية، ثم ما هي ردود الفعل الأمريكية على الخطوة الأمريكية وتصريحات بولتون؟ يعني لا يستغرب أحد هذا الموقف المتشدد من قبل مستشار الأمن القومي جون بولتون. الكل يعرف موقفه من إيران، والكل يعرف أنه يدفع باتجاه سياسة أكثر تشددا حتى داخل الإدارة الأمريكية اتجاه إيران. إذن هذا الموقف من قبل بولتون لم يكن مستغربا لدى الكثيرين في أروقة السياسة في الولايات المتحدة، ولكن الكل يعلم أيضا أن ذلك لا يمكن أن يرقى إلى إعلان حرب أو إلى شن حرب. لا أحد يهتم بوجود حرب الآن أو بشن حرب في المنطقة، خاصة في هذا الوقت الذي تعاني فيه الداخل أو يعاني فيها الداخل الأمريكي من الكثير من المشاكل والانقسام من ناحية. من ناحية أخرى هذه سنة الانتخابات أو الانتخابات قادمة على الأبواب، ولا أحد يريد أن تندلع حرب جديدة، ولكن تريد واشنطن توجيه رسائل. الموقف في واشنطن من الكونغرس ومن الإدارة الأمريكية متقارب جدا فيما يتعلق بإيران، ولذلك لم نسمع أصوات معارضة لإرسال حامل الطائرات وقوة القاذفات إلى المنطقة، وهذه ليست المرة الأولى على التي ترسل فيها هذه القوة وهذه حاملة الطائرات هذه إلى المنطقة في السابق، ولكن في هذه المرة لم يكن هناك أي اعتراضات من أصوات من سواء في الكونغرس الأمريكي أو داخل الإدارة الأمريكية، لأن الموقف متحد بشكل أو بآخر. ما لم يرقى هذا الموقف إلى إعلان حرب أو الاتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى حرب كما يقول بعض الخبراء في واشنطن. ريما أبو حمدية من واشنطن وحازم كلاس من طهران، شكرا جزيلا لكما. ونتابع بعد الفاصل. الزعيم الكردي عبد الله أوجلان يدعو أكراد سوريا إلى الأخذ بعين الاعتبار الحساسيات التركية.